الحمد الكريم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مرة ثانية نلتقي بهذه الشعارات الملونة، خليط من الشعارات وخليط من السلالات تشارك أيضا في هذه المسيرة. نرحب بشوطنا السابع في مجموع الأشواط ونتحرك، ونرحب بالمقدمة مواري العلي بن سالم بن سليم، من يقدم لنا مواري بالمركز الأول اللي تليها على المركز الثاني أظني شعار جاسم المسافري، والمركز الثالث المركز الثالث مرضية سالم بن جاسم بن خليفة المسافري، المركز الرابع سعيد بن مجتوم لينيبي، أيضا حاضر لينيبي جنبا إلى جنب مع أخوانه الأبطار على المقدمة. ومن الجانب الآخر شعار بروية، شعار بروية قادم مع محبة فاهم بن محمد بن سلطان بن روية، الله يا بكرة بروية غير عنهن غير 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 عنهن غير. مشاهدينا الكرام روحت والموكب تقوده، روحت بالمركز الاول، روحت محبه الفاهم بن محمد بن سلطان برويه الاشتبي، المركز الثاني مرضيه سالم بن جاسم بن خليفه المسافري، والمركز الثالث بعيد عنا. خلونا نتابع المقدمه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا البدايه، شوفوا السرعه، شوفوا الاثاره، شوفوا القوه، شوفوا محبه، شوفوا محبه روحت بالمركز الأول، راحت مع الجماهير، راحت مع الطيور، راحت مع الناموس، الناموس إلى بروية، الناموس إلى فام بن محمد بن سلطان، ورصيدها سيارة في مهرجان الهباب، رصيدها سيارة في مهرجان الهباب، وتضيف إنجاز إلى إنجازات السابقة. تهانينا والناموس. المركز الثاني أقول مرضية سالم بن جاسم بن خليفة المسافري، والمركز الثالث شعيلة خليفة بن سلطان بن رشيد. دقيقتين وعشر ثواني، هذا هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس.